من بالله دف واحد وبيدري إلى كان إيه مثل ما بقول له. تفضل دكتورة يا حي الله. أهلا وسهلا. كيف تجيبنا؟ نوري. مرحبا. أهلا وسهلا. بالمللي والله. لك مو لك مو لك يا زلمي. لك بحكي معك بعدين. تفضل دكتورة تفضل فاحش. بطل يا جماعة كيف؟ مدير المنطقة. ميت أهلين وسهلين ومرحبتين. دكتورة سمية عبد الحق خبيرة من وزارة الزراعة. أهلا وسهلا. بالمللي والله. أنت كمان من قبل قاعمة. لا والله الحقيقة الدكتورة جاية من الشام. نشام لهنا. اي والله ميت هلا. الله يسلمك يا رب. ان شاء الله ما تكوني تعذبتي بسفرها. والله لا تعذبت ولا شيء الحقيقه يا سيدنا. احنا بدناش نضيع وقتك. لا ولا ويا زلمه ما في عطلي ولا شيء. مو نحن جايين مشان موضوع الدراسه. ايه فهمتم. ما هي شو اخباره؟ اخباره حطت ايدك يا سيدنا مثل لما نزرتنا قبل سنه يعني. ايه باري باري بس لسه ما كان حدا ثاني غير البنت. ما لا والله يا سيدنا نفسها مستوري من لما اجت هالبنت. يبدو كثير كويس يا سيدنا. مش كويس. شو بقى سيدنا؟ الفيران مش عم تعمل شيء بالبني ادمين لانه مش قادرين يناموا الحقيقه. قرر عم يناموا الفيران الناس. بس من بالله شيء بيحسدها. يا ريت الواحد في يعمل شيء. يا عمي يا سيدنا ليك تعمل لي شيء. يا ريت والله سيدنا. المشكله انه الفيران مثل كل المشاكل مش رح نعرف نلاقي لها حل الا اذا عرفنا اسباب الحقيقه. يا زلمه انت بتحبك كثيرها. هالحكي بيصير على مشاكل الناس خطيفه قواس بعرس يعني قتاله. اما مثل هيك شغله سخيفه. ما هي ما بتصير. ما حكيت يا فلان. تفضل الحكي رح يقول القتال عمر بهالحاله. صح عيدي الله. يعني اذا هذا رايك يا دكتوره انا موافق المقدار. رايي كمان انه نواجه المشكله من الجذور. اي والله من الجذور لازم نعمل. يعني سيدنا نبدا القصه من الاول. لك هالقصه من قصص بودين الهلال بقى. يا ريت يا سيدنا يا ريت. المشكله انه الفيران شلون اجت على ضيعه كفر فاعل. يعني قصدك كمان تيفي الفاعل؟ طبعا سيدي. تقول طبعا. احكي لك شي كلمه يا دكتوره. الحقيقة صار لي 24 ساعة مفكر بالموضوع. ما لي اهتمام ثاني. شو؟ قصدك يعني واحد راح بهلال وجاب لنا كفر قاع وحطي. يا عمي احكوا كلام يصدق عمي. يا سيدي يعني حضرتك خليك معي استوعب لي شوي. هالفيران مش موجودين الا بصحراء نيفادا. بتعرف وين صحراء نيفادا؟ لا والله ما بعرف. صحراء نيفادا حواليها شريط مكهرب. واللي بيقرب من هالشريط بتشلف وبيضل ينط ليموت. فجأة بتغلق الفيران عندنا. والله شلون؟ قل لي انت شلون؟ قسما بالله لك ما خطرت على بالها. بقول لك صحيح شلون؟ اكيد في حدا وراه. ايه بس بكفر مليان ناس بتسافر لبرا. نيفادا لك نيفادا وخلاص يا عمي. شرط نيفادا هلا يا سيدي سافروا بيجيبوا معي هالبلاوي. يا سيدنا العالم انه بتسافر لبرا خليج سعوديه امارات بتجيب معه شويه مصاري. لا بتعمر دار وبتجوز الصبي لا بيشتروا له براد وبيشغلوه على الخط. بس حدا بيجيب معه فيران؟ ايه عندنا اللي بكفينا وزياده. شو براد وفيران؟ لك الحكي اللي بتحكي في عالتاني مصدقه. انا انت مصدقتي. لا شو ما قلتي لي. الله كيسها. يعني هذا رأي وزارة الزراعة. هذا رأيي. ايه مع احترامي لرأيك بس بتفري. ليش بقى؟ لانه الحكي اللي بتحكيه حضرتك ابي يفوت المخ. سيدنا بالمنطق. لك المنطق يا عمي. المنطق بيقول انه الواحد بروح على نيفادا بثورة فيران وبيجيب بيحطهم بالضيعة. ليش شو قلتي لي ابشر؟ كان في يا عمي ابي. احنا ما لنا متعودين على الوسائل. الناس عندنا يعني لما بدهم ينتقموا بيسمموا بقرة الله يعزي بيحرقوا كرم يعني بيسمموا جاجا. اما هيك شغله ما لنا متعودين عليها. بعدين يا عمي مين هالذكي اللي بيعمل هالمغامره بيقوم ابي لاخي غير شغلته بيروح على صحراء نيفادا وبيعبي مصي يديه وبيفلتي من الضيعه. كيف الاثنين ذكروا انتي؟ ها بيكسروا بسرعه. الله وكيف بدنا نفرق بين الذكر والانثى؟ استاذ بدي يعمل العمليه مش راح يعرف هالشغله يا زلمه. مسهل يعني بعرفها. مختار هلق انتو شو بدكم بالضبط؟ نفتح تحقيق. نفتح تحقيق اسا وضد مين يعني شو بتدخلوا فيه؟ نحكي فيه عن الاضرار بالارواح والاموال العامه والخاصه. مضبوط. وضد مين كل هالحكي؟ يا زلمي هسه كل شغله بنقول لك عنها يعني هاي شغله وزاره الزراعه يعني شغلتكم انتم. شوف لك مختار ممكن تساعدني؟ هاي ساعدك. تعال حط حالك محلك. جاي قيد قيد يا عمي. هلا انا كيف بدي اعرف مين عمل هالعمله وافي دليل وافي شو؟ لك حدا لك افي حدا له مصلحه بالما يصير؟ سيدنا ما هو السؤال مين له مصلحه بالعم يصير؟ مختار يعني ما انك مستوعبني. ما هي مين ممكن يولد كفر قاع اذا خربت ولا حدا بينه وبين تار مثلا؟
فعلا هي مشكلة صعبة بس تستاهل واحد يحكم. هذا الفرق الواحد منا مثل البلوعة ما عم يشبع شو ما أكل وقد ما أكل صار مفتوح شي 100 بلوعة وقت ما جينا لهلا شفطة بلاو. شوفت عيني الله لك بالشرف تشبيه مخري بلي بلي انتوا بتفهموني غلط يعني انا يعني ما كينها قسما بالله قلبي دق من اول ما شفت كينها لعبت قلبي يا سيدي من بصدق ولا كلمه من يلي بتقوله يا عمي يعني عد لك القصه من الاول شو بدك شو بدك له هلا قميص الزكي هالقلوع صار لي فاده بجيب هالفيره اللي بحطين بعدين تعال هون تعال هون هل يعمل هالمغامره كيف دخل الفيران على المطار فيران تجارب ها قلت لك فيران تجارب انا كل ضباط الجوازات رفقاتي هلا بحكي معني بقلي مين دخل فيران تجارب من 25 سنه لعدل لحظه سيدنا ثواني انا تصوري انه العمل العملي بوقعش من الحظ مختار حضرتك يعني طالع لي بالسحبه ما سيدنا لا طالع لك بالسحبه ولا شيء بس العمل العملي يوقعش من غلطه الحقيقه يعني قصدك هربين من مطار دهري وكمان هي الاحتمال مستبعد يعني كمان احتمال بينكشف لك بقى الا في حل واحد يمسك كل فاره يزلطها ويطلع بعدين سيدنا هذا كمان احتمال صعب يعني حقيقه امبارح فكرت انت بتفكر يا عمي بتفكر مش عقلك يا عمي بتوجعني راسنا ما لقيتش الا حل واحد شو هو يعني انه يكون نزلن بالمظلات يعني جميل انقع لي كاسه بتي وجيب لي حبه سيتامول غير حبيبي شو نزلينا بختار سيدنا بالمظلي لانه للفيران ما هي وللفيران شو له لك بتوقف الطياره شو لك بتها طب 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 وكل فار بينزل كامش تنبو نازي سيدنا التصور غريب شوي يعني بس اقرب شيء للواقع ترى ليك اثنان بواحدها اقرب شيء وغريب هلا صار فينا نفتح تحقيق ونحكي في كل شيء نفتح تحقيق بنكون في كل الحكي كل شيء لك شو بتقوله لك اذا اغمر جريمه صارت بهالمنطقه واحد خبى الواحد ورا كومي بتبنوا قوسه وإذا حوادث التسممها كلها مصير بالزرنيك يكفى عنه في ألف سم الهاري يا الزرنيك وانت ما تقلوا لي الطيارة رحمي حكوا كلام يعني استدك يا عمي رحم بي بيكي سيدة ما هذا الموضوع بيضيق الحلقة أنه حلقة يعني الحلقة الأخيرة لحلقة أخيرة ولا شيء يا سيدنا بس اللي عمل العملي مش تبع لا تبن ولا زرنيخ لك يا أفي إلا تبع شنجليش أو قريشي بطل لك تبع هذول اللي بتقول عنه انت حضرتك لكن شو يام سيدنا هذا أكبر من هيك بكثير بكثير يعني لك بختار الظهر أنا مني معك إني وبيقولوا الأمشي معه تعمل تعمل يقول لي أمي فهمنا مش عارف شو دي سلامة فهمك يا سيدنا افهمها بقى افهمها